ميريام، إذا بدنا نخبر كل المشاهدين وكل اللي بيحبوا ميريام فارس، كيف تقدم لك داني متري؟ داني يعني أنت هي عروس الأحلام، كل شاب بيحلم كتار أنه تكون ميريام فارس هو يكون العريس. داني كيف عمل لقدر أنا ميريام فارس تكون زوجته؟ أكيد عمل شيء جنون. لا أبسط من هيك بكثير. أول شيء هي ما صارت أنه هيك out of nowhere إجا هيك وقدم لي الخاتم. نحنا صرنا نحكي كثير وصرنا نحكي أنه أنا عبالي خلص أعمل مستقبل وأعمل عائلة، مستقبل يكون شغلي وعائلتي أكيد مع أهلي اللي هن أول شيء بحياتي. فبلش يصير في أحاديث أنه شو يا داني تعال نخبصها شو ما بعرف شو، فكانت أول شيء مسحة وبعدين قلبت لجد. ولما قرر يقدم لي الخاتم كان تقريبا من شي سنة أقل حتى شوي، كان على باله أنه ياخذني على نفس المطرح اللي حكي معي أول مرة فيه. داني ما تضحكوا. لا ظاهر في شيء في شيء. داني راح على محل الورد قال له عمل لي بوكيه حمراء حلوة صغيرة. أوكي جاب هالبوكيه، شك وردة بقلبه اصطناعية، هالوردة بتفتح فحاطت الخاتم بقلبه. قرر داني أنه يصور حاله يا هالغلطة اللي عملها. حد هيك أنا هلا رايح عند المشموش بدي أقدم له عند المشموش. مين المشموش؟ مغنيني مشموش. عند المشموش يعني في ميرا مرمورة مريومة بس مشموش ما مشموش عم بحالها سبعة على داني. فداني عند المشموش بدي أخذ بدي أقدم له الخاتم. وين؟ بالمطعم نفسه. يدق لي وهو عم يصور حاله، يدق لي حياتي اليوم رفيقتي عندي نفسيتها بالارض، انا ما راح اظهر من البيت، خلص تعا تعا اذا بدك تعا نسهر، لا لا حياتي خليكي انت ورفيقتك، شوفك بكره، اوكي باي. يرجع يصور حاله انه ما ظبطت اليوم، بنشوفكم بكره. ثاني نهار يرجع يروح عند نفس الزلمه، عند نفس الزلمه يقول له عمل لي بوكيه طازه. يعمل له بوكيه من اول وجديد، يحط الورده، يجي على الطريق، هلا طالعين عن تينكر بيل، هو يا مشموش يا تينكر بيل، طالعين عن تينكر بيل، بدنا نقدم له الخاتم. الو شو حبيبي؟ يلا بدنا نروح نتعشى برا. حياتي لا اليوم كثير تعبانه بعدني، هلا مخلصه تصوير وما قال لي جلادي غير اني احضر دي في دي، تعال احضر دي في دي. حل عني ما بدي اتجوز بقى. ضل شي خمس ايام واخر شيء قرر انه يقدم لي الخاتم بالبيت. ما عنده غير شو؟ فكان بالبيت وكان بطريقه كثير سامبل، ما لقيته غير ركع وقدم لي الوردات، طلعت هيك انه كل عمرك تجيب لي ورد، لا لا عم تركع شو في؟ بعدين طلعت هيك لقيت ورده اصطناعيه جوا. دغري حس قلبي انه في بهيدي الورده بتنفتح في شيء جوا، وفعلا فتحتها وكان كيف شو كانت رد فعلك؟ عبطت لقيت ولا ايه ولا لا. ما اعطيتي جواب؟ خلص عبطت. احلى جواب كان. ميريام كل بنت بتتمنى يكون عندها عرس كثير كبير، يعني اصحاب اصدقاء، تلف لفه بالسياره يزمروا لها، ما بعرف عندك كان اياها هيدي كل شيء عملته. نعم بعرسي كل شيء عملته. كيف يعني؟ كل شيء عملت هيك كل شيء اصحاب واصدقاء. ونعمل حفله ثانيه وحفله كانت مثل ما انا بحب، حفله شعبيه مثل ما انا بحب، كان عرس مصري شعبي. حلو. عملت لي اياه اختي رولا ومع اصدقائي مع الاضويه ومع الاضويه الملونين احمر واخضر وازرق ومع السجاده الملونه ومع شعبولا. كل شيء يعني لبست ترتر مثلا، لبست ترتر ورقصت وحطيت بونبوني براسي. ايه ايه كل شيء كل شيء كل شيء. وعملنا لفه بالسياره وزمرنا ونرش علي الرز من الجيران. فعلا كل شيء على بالي اعمله عملته. كنت كثير متخفي يعني. ايه يعني ما نشر ولا صوره ولا شيء. طب ميريام كثير هلا عم بيحضرونا عم بيقولوا طيب انه ليه ميريام ما بتفرجينا مين جوزها؟ انه داني متري كيف شكله داني متري؟ انه ليه مخبيتيه؟ ليك من اول نهار تعرفت على داني بعيد كثير عن الاضواء وما بحب الاضواء، ما بحب الشهره.
هو بيأمن انه بني ادم واحد لازم يكون بالعائله مشهور، اثنين ما بيمشي الحال. عنده اياه هي النقطه تحديدا، بيقول انه واحد مش اثنين. هو بيأمن بهذا الشيء، وبالعكس هذا الشيء خلاني احبه اكثر، انه هو منه اخذني ولا على شهرتي ولا على عم يستند على شيء علي، بالعكس هو بده اياني الي وحده. هلا هو لو ما بحبك 8 سنين ما بينطرك، هيدا خلينا يعني خلينا ما بيطول بيرو عليها. ما بي لا انا هيك بيقولوا لي انا كمان 8 سنين يعني، مش انه 8 ايام او 8 اشهر. 10 ما هو اول مره شافني حطني براسه من 10 سنين وراح واجا. مريم بتزعلي اذا انتشرت صورته او صورتكم سوا؟ لا ما بزعل ولا هو بيزعل، بس نحن قد ما فينا انه نبعد هالمسافه بيكون احسن. طيب في حال عرض عليك اليوم مبلغ مالي كبير مقابل انه تعطينا الصوره، نحطها مثلا كفر لمجله او كفر لجريده او للتلفزيون؟ لا لا لا، مقابل مبلغ مادي؟ لا 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 اكيد لا. يعني بعثة كلمه داني او هالاتفاق اللي بيني وبينه كرمال المصاري، لي ماني بحاجه له، بحاجه له اكثر من له. يعني بتعرفي كل شيء اليوم ممنوع مرغوب. يعني اليوم بس العالم عم بيشوفوكي عم تقولي ما بدي، صار عندهم الحشريه، يعني اليوم رح يمكن تتعرضي اكثر لضغوطات اكثر، يمكن رح تشوف في ناس اكثر بدها تعرف، الصحافه اكثر صار عندها الحشريه، بتعرف مين هو زوج مريم فارس؟ لك من اول نهار اعلنت انه انا رجعت، اصلا من انا وهونيكي انا رجعت وقالوا لي بالمكتب ورولا قد ايه صار في ضغط عليهم بهالموضوع، بس بنهايه الامر كله احترم انه بالعكس الانسان منه اخذ مريم كرمال شهرتها، او احترمه انه لا ما بدنا هذا الشيء، انا يعني كل عمري بتحبوني هيك، ليش هلا يعني بدكم تزعلوا اذا ما نزل لداني صوره؟ شو خاص زوجتي. مبروك كمان، ذا سكسيست وومن. ثانك يو. طلعت كثير حلوه بمحلها. هيدا احصاء عملته ياهو، محرك ياهو، وسكسي سوم المهضوم. مهضوم. طيب مريم تجوزتي مدني صح؟ بقبرص؟ نعم. رحت على قبرص تجوزته مدني صح. طيب مريم فارس واقفه امام مئات الالاف من الناس، عامله اكبر كونسرتس بكل العالم العربي، عامله اهم حفلات، وقفة المسرح ووقفة البرفورمنس بتكون عم تأدي شيء، هي ذاتها وقفة الزواج انت عم تقولي انه اوكي؟ لا 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 لا، شيء ثاني خالص. شو؟ ليك انت قلت قد ايه واقفة بحياتي على مسارح كبيرة وعاملة شوات ولايف وقصص صعبة على المسرح، وممكن بلحظة يتدمر كل شيء، وقديش بنافس حالي لجيب جمهور اكبر بالمهرجانات الكبيره، وبكون بطلع على المسرح وبشوف الناس واخر عيني ما بتقدر تحصى قد ايه هالشعور، قد ايه الادرينالين بيكون طالع، قد ايه اعلى شيء بالعالم ممكن يكون. بيقولوا لك اصلا عالميا اعلى اثنين عندهم ادرينالين هو لاعب الفوتبول وقت يفوت جول، والفنان لما يطلع على المسرح قدام الجمهور. 100%. هيدول كلهم ما كانوا شيء قدام هاللحظة الغريبة عجيبة اللي خلتني ما أقدر كمل القسم تبعي وأفرط من البكاء. كانت مشاعر عم تتخبط ببعضها مش طبيعية. بكيتي بال بكيت وبكيت وبكيت الكل الموجودين. خليته يعني. خليته كثير. كثير. ليه؟ ما بعرف، كان شعور اقوى مني ما قدرت سيطر عليه. جربت شد على حالي كثير، جربت شد ما قدرت، صرت شد على اسناني خلص ما كان، يعني هي حاله من الفرح، حاله من التعصيب، ابدا حالة من الخوف، كان حاله من البيس سلام والسلام والفرح والاكسايتمنت، يعني الاثاره ما داني بيعرف طبيعة شغلك مريم؟ طبعاً بيعرف إنه بتسافر تاني أربع جمعة أحد ثلاثة خميس سبت؟ بيعرف إني عايشة كل حياتي بالطيارة. وعادي؟ يعني داني تعرف علي بهالشيء. ما تغير شيء بحياتي غير إنه أنا عارفة إنه عندي سلام
او رواق اذا بدك، مش سلام، لانه انا عندي سلام. مش ممكن يعارض سفراتك شوي انه يقول لك طب ما هلا صرت مزوجه؟ لا ليك خليني اخبرك شغله، انا ماني من الفنانين اللي انه والله اذا مسافره على مصر او دبي او مغرب او عندي حفله يلا بقعد لي يومين ثلاثه، ماني من هدول العالم. انا اساسا بروح بعمل شغله وبرجع، ومقسمه الشغله شيء وسفرات الفيكيشنز شيء ثاني. فاصلا ما عندي على طول اوقات فراغ للفيكيشنز، حتى لو بدي ارجع لبنان عندي شغل بلبنان. ف بس هلا انا بجرب قد ما فيني انه تصويراتي ما يتاخروا، هالقصص ما تتاخر، بس اساسا انا حدا بعيش بالنهار ما بعيش بالليل. يعني استوديو تبعي بنهار، شغلي مكتب بنهار، ما 7-8 بنكون خلص كل واحد ببيته. مريم فارس، الزواج هو قرار مصيري، اخذتي راي حدا؟ يعني انت اجتمعتي انت والعائله وقلتي انا بدي اتزوج، اخذت هيدا القرار؟ اكيد، لو ما اخذ موافقه اهلي وبركه اهلي ما فيني اقوم بهذه الخطوه، خاصه انه انا طلعت من بيت اهلي. انا ما كنت ببيتي، انا كنت مآمنه انه انا بنت بدي ضلني ببيت اهلي لحديت ما اتجوز بنتقل على بيتي. اي ما قصدي يعني ما كنت مستقله عن اهلي. فكان الكلمه الاخيره لهم اكيد. بس اليوم الفنانات بيقولوا غير هيك، يعني اليوم اذا بنشوف النظره العامه للفنانات بيقولوا انه فنانة إذا بتتزوج ممكن يخفوا معجبينها، ممكن يقلوا الفانز، ممكن الناس يبطلوا يحبوها لأن خلص إنه صارت ملك حدا. مزبوط، وهيدا الشيء أنا تربيت عليه على فكرة. وما بقول لك إنه أنا ما شوي خفت قبل ما أقوم بهيدي الخطوة، لأنه بالنهاية ما بدي كل شيء بنيته بحياتي والجمهور الكبير اللي عندي إياه بكل العالم إنه هيك يتضعضع 1%. هيدا أنا عم بحكيك، يعني أنتوا فتت على ضميري هلأ، أنتوا فتوا على راسي، يمكن هيدول الشيء ما لازم أحكيه أنا على الهوا، بس هيدي الحقيقة. بس لما شفت إنه العالم الجمهور تبعي هو أكثر ناس فرحت لي، تبخروا كل هالأشياء من راسي. صدقني جمهوري كان أكثر ناس فرح لي. حلو. أي. حلو. مريم، قد إيه اليوم زوجك داني متري مصدر أمان لمريم فارس؟ أمان؟ إيه. أكيد بحس بالأمان معه. يعني قبل ما تتزوجي بليلى كيف كان، وبعد ما تتزوجي كيف صار؟ لا ما تغير كثير علي. كان عندك هيدا الأمان؟ إيه كان عندي. ما عليك، يمكن كان عندي لأنه كنت ببيت أهلي، لأنه كنت محاطة بأهلي، لأنه كنت خلص شغلي وأرجع أقعد مع إخواتي وماما. يعني ما عندي هل إنه كنت قاعدة وحيدة وصار عندي حدا يونسني. لا أنا قصدي إنه داني متري قد إيه هو اليوم مصدر أمان لمريم فارس. هو رجال العائلة هلا، يعني أكيد بعد بابا منتكل عليه، يعني حتى ماما إذا بدها شيء بتتكل عليه. الله يسعدك يا داني، شاطر. يا حرام يا داني. لولا وماما وجهان. فأكيد هو الرجال عنصر مهم، خاصة إنه أنا ما عندي إخوة رجال. فعنصر مهم بالعائلة. إيه؟ طب آخر شيء عن داني، خلينا نحكي، خبر الناس مين داني، شو بيعمل؟ نعرف هو رجل أمريكاني الأصل لبناني، عاش كل حياته بأمريكا وبيشتغل بالريل ستيت، كثف مجيته أكيد هالفترة، إنه آخر فترة على لبنان إذا بدك. وهلأ عم جرب قد ما فينا إنه نقسم بين هو يقسم بين هون وهونيك. في صور له انتشرت على فيسبوك، هل هن صوره؟ ولا صوره نزلت لإله كانت لإله. ولا وحده؟ ولا وحده. يعني غلط الشخص اللي عم يتداولوه منه هو. ما بعرف اي واحد عم تحكي عنه لانه نزل كثير، بس نزل واحد بيشبهك على فكره كمان. بيشبهني؟ شبح له. ابيضاني وهيك. شبح له. داني شبح له. مريم، بدي منك تطلعي بكاميرتي وتحكي مع داني، تقولي له رساله من القلب. بدي اقول له انه انا مبسوطه كثير هون، بس انا كثير محمسه خلص واجي على البيت، انا هو بالبيت ناطرني. حلو. هالقد الاشتياق؟ انه بعدنا عروس جديد. طيب. لك كارل دولف. شو اكثر شيء بتحبيه بداني؟ انه اكثر شيء كثير ايجابي وكثير متفاهم، كثير 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 لابعد الدرجات، وما في شيء ما بحط له سبب، يعني ما في شيء بيصير انا مش على ذوقي الا ما بحط له سبب
انه صار هيك لانه هيك طول بالك رح يزبط مثل ما انت دائما في مبرر يعني لحتى ما تزعلي دائما في مبرر لانه يرضيني على طول. حلو اهم شيء. طلع عدد كبير من الارتكلات شفتهم مؤخرا مريم فارس حامل كذا، مريم فارس بالشهر دخلك الاول دخلك حامل وشفتوني بستار اكاديمي عم بنطنط هتنطنط كنت استرجيت لا مش مزبوط بس اكيد بتمنى